التحقت بمركز منارة الهدى بعمر 9 سنوات مبتدئا مع حلقات القرآن الكريم، فأتممت حفظ كتاب الله تعالى في 11 من عمري، ووفقت لسميع القرآن على جلسة واحدة مما كان له الأثر بعد توفيق الله في تمكين الحفظ. وفي قسم المتون العلمية حفظت عشرات المتون، وأذكر منها الأردوزة المائية ونظم القواعد الفقهية وكذلك نظم نواقض الإسلام واللامية، كما حفظت متون نواقض الإسلام القواعد الأربعة والأصول الثلاثة وأدلتها والأربعون النووية وتحفة الأطفال، شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وكتاب التوحيد، منظومة البيقوني، قصيدة أبي إسحاق الألبيري، المقدمة الأجرمية، العقيدة الواسطية، متن الورقات وعنوان الحكم والرحبية والعقيدة الطحوية وحائية أبي داود. وتم اختباري بها من قسم المتون العلمية في الحرم المدني، والذي يشرف عليه فضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم إمام الحرم المدني، وقد أجازني الشيخ بهذه المتون جميعها، وكذلك أجازني إجازة عامة بالكتب 9 وجميع مروياته، وإجازة خاصة بالحديث المسلسل بالأولية والحديث المسلسل بسورة الصف والحديث المسلسل بالمحبة، وكذلك أجازني فضيلته بمتن نخبة الفكر لابن حجر وألفية العراقي وألفية السيوطي، وكذلك كتاب بر الوالدين، وكذلك كتاب التوحيد لابن مندة، وكتاب الإيمان لأبي عبيد، وأصول السنة للحميدي. بعد إتمامي للقرآن الكريم التحقت بقسم السنة النبوية، وما زلت طالبا بهذا القسم منذ 3 سنوات، حيث أبلغ الآن 14 عاما وقد حفظت أكثر من 20,000 من الأحاديث النبوية، حيث أتممت حفظ صحيح البخاري وكذلك حفظت صحيح مسلم، وأيضا حفظت سنن أبي داود وشرعت في حفظ سنن الترمذي، وسأستمر بإذن الله بحفظ بقية كتب السنة وسنن النسائي وابن ماجه والموطأ ومسند الإمام أحمد وغيرها من المسانيد والسنن التي تجاوز محفوظات 100,000.